ان شاء الله غادي يديروا. نتمنى الله تعالى يحيد لنا هذا الوباء، يسبقوا بعد الاطباء والبوليس والمخازنين بعد اللي في الواجهه الاولى، وقال غادي يديروا هذيك 45 سنه. الله يعاونهم، الله يسهل عليهم. عاش محمد السادس. هو ان هذا اللقاح كان يكون قبل هذه الاوينه هذه، ولكن الحمد لله على كل حال اللي اختاره الله هو اللي كاين. حنا تلقاه بغيناه، وبغينا هذا الوباء ان شاء الله يمشي على المغرب وعلى الامه الاسلاميه والعربيه والعالم كله. ومتمنيات ديالي ان التلقيح يكون في المستوى، ما يكونش عنده شي اثر سلبي على المواطنين. ونطلبوا الله التيسير، هذا هو اللي كاين. كنطلبوا الله التيسير ونطلبوا الله يرفع علينا الوقت للناس ديال الفاكسان ديالها، وكل والتزام بالمسائل اللي هي وقائيه، لان الله حضر السلامه وصافي. خاصك تقول لهم باللي هذه راه مصلحتهم. هذه بالاكيد هذه مصلحه عامه، واللي يعني ما التزمش بها راه في الحقيقه يعني يستاهل العقاب، راه كيرتكب ذنب حقا مسوق. ان شاء الله، علاش؟ باش الانسان يحيد الشك وما يعاديش واحد اخر، ويكون عايش نقي مهاني مرتاح. فهمتي؟ مزيان. اقتنع المغرب فيما يخص هاد المرض اللي كيعانيو منه وهو كوفيد 19، ان المغرب اقتنى هاد الحصه هذه باش يحاول انه يقلل من الاخطار اللي كتحيط بالمواطنين المغاربه ككل، خصوصا الناس اللي تعانيوا من امراض مزمنه وكبار السن. ومن طبيعه الحال هذه بادره طيبه اللي كنشجعوها، وحنا حنا مستعدين من الان اننا نتلقحوا باش نحسنوا المناعه ديالنا، وبالتالي اننا نحققوا واحد المناعه جماعيه.